من دي خير الله الأحسن دي. هذا الأمر لا يليق بمصر بعد هذه الثورة. يعني ما ينفعش القاضي لا ليه حضور ولا انصراف، ولا نعرف هيدي قضاء حكمه ازاي، وبيجي ولا ما يجيش، ويأجل بست سبع شهور. حرام حرام. الشعب المصري العظيم الذي كانت له حضارة هزت العالم بسبعة آلاف سنة لا يكون له قواعد. الأجهزة الرقابية دي، الراجل يطلع من الضابط من الجيش يخش يبقى رئيس مش عارف ايه، رؤساء الأحياء الوقت مش عارف ايه، المحافظين الوقت ايه. احنا عايزين كل محافظة يبقى فيها بالانتخاب وتكون مستقلة في لا مركزية. عايزين الشعب المصري ده شبابه يستمتع. عندنا دخل قناة السويس بيروح فين؟ عندنا الآثار بتروح فين؟ عندنا مواردنا بتروح فين؟ عندنا نهر النيل فين؟ كل هذه الملفات المسكوت عنها، هذا الشعب حقه الآن أن يعرف وأن يعي. لا أن تقوم الثورة، لن تقوم الثورة عشان أشخاص، وإنما قامت الثورة من أجل أهداف نبيلة لصالح الشباب المصري الذي يتسكع الآن، والذي لا يجد ما يسد قوته، والذي لا يستطيع أن يتزوج. عندنا نسبة العانسات المصريات أقل من 30 مليون. حدث عن الأكثر من 30 وعن المطلقات وعن الأرامل، إنه فساد ما بعده فساد. نحن نناشد المشير إن أسلوب المشير ده مش هينفع، أسلوب المشير ده مش هينفع، أسلوب المشير ده مش هينفع. عايزين نتحرك. أستاذ إبراهيم، تعرف على حاجة اسمها السانوس السياسي؟ السانوس السياسي طالما في النائب العام ووزير العدل وطنطاوي، هيبقى في تغيير في البلد ولا لا؟ كنت في بيان منذ أكثر من ثلاثة شهور للمستشار عبد المجيد محمود، ضع عصاك على كتفك وارحل فزمان الثورة ليس زمانك، ضع عصاك على كتفك وارحل فزمان الثورة ليس زمانك. نناشد المجلس الأعلى للقضاء أن يشعر الشعب المصري بحلاوة ثورته. كيف نجني ثمار الثورة والأوضاع كما هي عليه؟ كيف نجني الثمار والأوضاع كما هي سيئة ومن سيئة الأسود؟ حلاوة الثورة دي، حلاوة الثورة مش عايزين نحس بيها يا إخواننا. اتحركوا. محمد فريد التعامي هو اللي بيتصدى لأعواد الرقابة الإدارية. الرقابة اللي ضيعتنا والرقابة الإدارية، كل اللي بتتكلم ده سيادتك في الرقابة الإدارية. محمد فريد التعامي الرقابة الإدارية. يحيى عزم ياخد دكتور زكريا عزم. يا إخواننا تبتلوا يا إخواننا، يا راجل كبير تبتلوا إلى الله في هذا اليوم الكريم، أن ربنا يرفع ما بنا من ضر، وأن يكشف لنا هذه العورات، وأن يقضي على الفساد والمفسدين، وأن يمتع الشباب الذي ضاع شبابه. وكما قال الرجل التونسي، هرمنا في هذا الوطن. كما قال التونسي، هرمنا في هذا الوطن. نحن أيضا في مصر نقول هرمنا 30 عاما من الظلم والفساد والتزوير والاحتكار. نريد ثورة نجني ثمارها ونتذوق حلاوتها قبل أن نموت. ثورة نتذوق حلاوتها قبل أن نموت. مبارك ما معهوش فلوس خالص. قولوا مبارك ما معهوش فلوس خالص. واحد موظف في بنوك في سويسرا جاي مستندات من سويسرا 620 مليار دولار رصيد لحسن مبارك باسم. حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?